حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذن في ضوء الإغلاقات الحالية للمدارس وتحول التعليم بشكل أساسي إلى الفضاء الرقمي، يطرح سؤال حول التأثير المحتمل لهذا التحول على القوى العاملة وبيئة العمل في المستقبل. فسوف يدخل جيل كوفيد أسواق العمل في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب. مشاهدينا، حول هذا الموضوع نستضيف الدكتورة وجدي الزغواني، وهي أستاذ مساعد في العلوم الإنسانية الرقمية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة. دكتور، أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا هنا في برنامج المسافة الاجتماعية. دكتور، يعني بداية لو نعرف مشاهدينا الكرام على مصطلح جيل كوفيد، وما هو تصوركم يختص بمستقبل هذا الجيل؟ أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. الأول في العموم هو صراحة يعني تتراوح، يعني ممكن نقول أنه تتراوح أعمار جيل كوفيد هو حاليا بين 12 سنة إلى 25 سنة تقريبا. جيل كوفيد هو جيل المقبل على هذه السنوات على سوق العمل، هو جيل كذلك يعني ما زال يتعلم ويتدرب ويحاول أن يجد مكان له في دخول سوق العمل في المستقبل يعني. وفي هذه يعني في هذا الوقت يعني هو كان يحضر نفسه للدخول، وصارت جاءت هذه الجائحة فجأة، فوجد نفسه يعني بصفة يعني غير متوقعة يعني انه يلقى في صعوبات مثلا في دخول سوق العمل وكله يعني. لكن هو الان يعني قاعد يطور في نفسه، قاعد يعمل، لكن يعني الخلاصه ان نقول جيل تضرر كثيرا اكثر من غيره من هذه الجائحه، وهو جيل يعني جزء يعني اضطر الى التوقف حتى في نفس الوقت حتى الدراسه يعني، لانه ما كان عندهم الامكانيات انهم يواصلوا التعليم عن بعد يعني. يعني هذا حسب تقديري يعني. نعم دكتور وجدي، يعني هل هي تسميه فقط مع وجود كوفيد 19 ام هناك سمات خاصه في هذا الجيل من وجهة نظركم؟ والله هو جيل أولا ممكن نسميه بجيل رقمي بامتياز، يعني هو جيل متمرس على التقنيات الحديثة والتطبيقات يعني منذ الصغر، يعني هو ولد في هذه البيئة، بيئة الآيبادز والسمارت فون والكل يعني. جيل يعني يقضي أغلب وقته هو بصراحة يعني في جزء كبير منه يقضي أغلب وقته على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب على الإنترنت، أحيانا تصل لوقت يعني يتجاوز حتى 8 ساعات يوميا. بس هذه طبعاً لا يمكن، دكتور، كلها سلبيتها. اي طبعا يعني هو طبعا في سلبيات، لكن لا يمكن التعميم يعني. في هناك جزء كثير من جيل الكوفيد هو يكون يعني يمارس رياضه ويقضون ساعات اقل، لكن طبعا في جوانب سلبيه انه هذا ينقص حتى من قدرات التعامل مع الاخر، وينقص يعني يصير فما نوع من الانطواء يعني. هذا صحيح. ويكون هما اذا كان هو يكون منعزل، بس يعني هذا ما يمكن نعمم، بس هذا جزء منه يعني. لكن هو كمان يعني جزء، هو جيل يستطيع ان يتاقلم بسرعه مع التحديات يعني. الجانب الايجابي يعني هو شوفوا كيف ما تصرف يعني مع الجائحة يعني كان يتصرف تأقلم بصفة جيدة يعني مع التحديات وتغيرات في الحياة. نعم. وهذا يأهله حتى في المستقبل يعني. نعم دكتور، يعني هذا شيء إيجابي ممكن. يعني ما هي أبرز التغيرات التي ستطرأ على هذا الجيل، سواء كانت على الصعيد المهني أو على الصعيد الاجتماعي مدى دخولهم إلى سوق العمل، أو حتى على السلوك أيضا؟ صح، هو اولا الان على الصعيد المهني الجيل هذا يعني في جزء كبير على يعني سيجد نفسه امام نقص في فرص العمل للاسف يعني، نقص نظرا للازمه الاقتصاديه يعني. حتى فرص التدريب يعني كانوا ناس كثير من هذا الجيل يحضرون انفسهم انهم يتدربوا ويخرجوا يعني تخرجوا الان يحبوا يعملوا تدريبات يعني للشغل، لم يستطيعوا حتى وجود هذه الفرص لانه. وهذا طبعا نقص في الشغل، نقص في التشغيل والبطاله يعني حيكون عنده تاثير طبعا اجتماعي يعني، حيكون عنده تاثير على عدم الحصول على الوظيفه، ممكن ياثر على المستوى الدخل الفردي والاقتصادي والاستهلاك، وياثر حتى ياخر حتى من المستوى الاجتماعي، ياثر حتى الاقبال على الزواج يعني، ياخر الاقبال يعني كل هذا. لكن على المدى المتوسط انا اتوقع يعني ان شاء الله تتحسن الامور ويعود نسق الشغل تدريجيا، وخاصه مع ظهور لقاح الكوفيد يعني. هذا حسب تقديري. نعم دكتور، اذا تحدثت ان هناك تاثيرات على الصعيد الاجتماعي النفسي السلوكي، ممكن على الصعيد ايضا على الصعيد الاقتصادي. طبعا دكتور، ما هي
بوجهة نظرك الحلول التي سوف تقلل من هذا التأثير على الجيل الناشئ وهو مثل ما أطلقتم عليه جيل كوفيد؟ نعم، شكرا. هو الجيل هذا سيجد نفسه يعني مؤهل اكثر من غيره، كما قلنا يعني اكثر من غيره لدخول سوق الشغل. لماذا؟ لانه في المستقبل، لانه هو متمرس يعني على المهارات المستقبليه نتاع يعني جيل يعني متعود حتى على المهارات التقنيه والاستعمال الكمبيوتر، وخاصه متعود كذلك على العمل عن بعد يعني. وهذا نجده في الجيل هذا اللي تمرس يعني متمرس ونشوفه كيف يتاقلم على هذه الظروف يعني. كذلك يمكن نقول انه التعليم نفسه هو يعني قاعد يتغير، يعني التعليم نفسه قاعد يشهد تغير مع التعليم مع البعد وكله يعني. طبعا هناك نقص في فرص العمل، صح، هذا الجيل سيواجه، لكن اذا كان الجيل هذا يحسن في مهاراته، يعني طبعا المهارات التكنولوجيه ومهارات التعليميه هذه الاساسيه، كذلك يعني ممكن الجيل هذا يتاقلم، لانه كان جيل صمد يعني في هذه الظروف القاسيه انه تاقلم يعني وعنده المهارات التقنيه، ممكن هو يعني هذا انه تاقلم مع الظروف الجديده نتاع الكوفيد، هذا ممكن ياهله انه يكون حتى في المستقبل يكون عنده فرص احسن يعني. نعم دكتور، يعني كنا نتحدث عن العوامل التي سوف تقلل من تاثير النمط السلبي من ناحيه الاقتصاد وايضا الاجتماعي وايضا السلوكي، ما هي الحلول برايك دكتور؟ والله هي في الحلول، اولا يعني اذا كان الان لازم الاقتصاد يتحرك شويه، لازم في ترجع ثقه الاستثمار يرجع يتحرك يعني، هذه من الناحيه الاقتصاديه طبعا. لكن بالناحيه الجيل هذا كيف انه يخرج من هذه، لازم هو يكون يعني يكون هو يطلق مبادرات. الجيل يعني لازم هو ما يقعد ينتظر انه الناس انه تكون في فرص، لازم هو يكون يطور في هذه الفرص كثيره يعني. الان العمل عن بعد وين الناس تشتغل من البيوت وتعمل يعني منصات يعني البيع عبر الانترنت، يعني في حلول كثيره يعني، في حلول. والجيل هذا يعني عنده كل المهارات المطلوبه انه يكون يتاقلم مع هذه الظروف الجديده، وانه يكون يتاقلم مع سوق الشغل الجديد، ويتاقلم مع الظروف العالميه انه ويستغل هذه الفرصه، انه يستغل المهارات اللي عنده، انه كان يعني مر بظرف يعني صعب، ولكن هو تجاوزه بالقدرات نتاعو التقنيه. نعم. والقدرات هذه الرقميه يعني هذا يساعده، لازم يطور مهاراته التواصل كمان مع الاخر، مهارات حل المشاكل، مهارات يعني التعامل مع الناس. نعم. يعني هذا يمكن الجيل يطور نفسه يعني، هذا الجيل يعني. طيب. وهذا يأهله طبعا يعني. دكتور وجدي، بناء على ما ذكرت يعني من مشاكل نفسيه ومشاكل ايضا اقتصادية وسلوكية بناء على هذا الجيل، جيل كوفيد 19 مثل ما ذكرتم، هل تم التواصل مع هذا الجيل ومعرفة طموحهم وكذلك التحديات والصعاب التي تواجههم في هذه الأزمة؟ والله سؤال ممتاز هذا، لانه هذا هو مجال البحث يعني. نحن في جامعه حمد بن خليفه في كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه في اختصاص الانسانيات الرقميه، هذا الاختصاص يعني نختص فيه. ونحن الان قاعدين نقدم في يعني ابحاث ان نشوف يعني الشباب ونعمل مرصد للشباب، ان نشوف شنو تطلعاتهم عن طريق السوشيال ميديا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه يعني نحن طبعا نحن من مجال الابحاث لازم يعني ندخل ونحاول ان نفهم الشباب شنو طموحاتهم، وكيف يعني نعاون الشباب انه يكون عنده يحسن من مهاراته وقدراته، ويكون يعني ياخذ المساله هذه مساله الكوفيد من جانب ايجابي. نعم، باذن الله ستكون رب ضاره نافعه، واستفدنا من هذا الوباء بامور ايجابيه واستخراجات ايجابيه. نعم. مثل ما هنالك ايضا امور سلبيه صحيه. هابس محمد الحويل مدير المشاريع وجدي الخاص، عفوا الدكتور وجدي الزغواني، استاذ مساعد في العلوم الانسانيه الرقميه بكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه في جامعه حمد بن خليفه، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافه، مع السلامه. يعطيكم العافيه. اذا جهود حقيقه اخواني في الاستوديو، يعني جهود جباره تطرحها او يطرحها الدكاتره في الوصول الى كيفيه تعليم جديد. اذا مشاهدينا الكرام، جيل كوفيد او جيل